الشوط الثاني بين باريس سان جيرمان وترانسفورما بي مواليد 2010 انتهت الشوط الاولاني 1-1. يا رب يا كريم. كفر بقى يا عم. كويس يا ولاد كويس. بسرعة يا محمد. هنا بسرعة.
علي 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 روح علي 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 عليك يا حب
ولد طلع ايه يا جدعان علي عليا عمادي لوكا لوكا كريم ولد الله يا ولد يا ولد يا ولد الله يا ولد يا ولد يا ولد يا لعيب عاش يا كيبو ايه اللي حذفتها مع الاخ البطاقيه الزرقاء ده اشرب منه خدها منه اديله ميه ساعه اتنين واحد كده ها انا بتابع معاك عشان انا بنسى لا اتنين واحد اثنين واحد صالح باريس سان جيرمان مواليد 2010 يلا Thank you.
يجي منهم علي يجي منهم يجي منهم يا عيد يلا يا عيد
انا بصور وانا نايم. هو والله كان نايم. انا بصور. الكاميرا كابتن وهي بتصور. هي عارفه هتعمل ايه. بصور قاعدين كده من الساعه 3 والله. ربنا يعينك بالصحه. ومطلوب مني كمان اروح اشتغل يعني اروح على المونتاج كمان انام امتى بقى يا باشا اللي بينزل على الصفحه ايه ينزل لما بيدفعوا بننزل خلاص يا كوتش لا والله ولا زبطك ولا جنبك
هم مالك اثنين 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 هم صح؟ هم داني اوف داني صفوان لا اصل فاول في حته في الملعب لا مش في حته بص انا شفت يعني قدام خمسه او قدام خمسه قصدي بس مش من هنا شفت لعيبه منين ده لعيبه من هنا ما يلا يا جماعه يلا بقى اضغط يلا اضغط
كويس كويس يلا يلا امن امن الدقيقتين دول يلا قدام الجون وتقلش انتهت المباراة بفوز باريس سان جيرمان 2-1 على ترانسفورما في مواليد 2010